السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده مع اسامه. على غير العاده انا مش من عادتي اعمل حلقه قبل مباراه للنادي الاهلي بعدد ساعات قليل جدا، ولكن بالتاكيد بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وبالتاكيد اللي خلاني اعمل حلقه ان في اخبار بعضها مفرح وبعضها في بعض القلق وبعضها في بعض الضيق. الاخبار المفرحه هي براءه محامي الكابتن محمود الخطيب والمستشار القانوني للنادي الاهلي المحامي الكبير محمد عثمان من تهمه سب وقذف رئيس نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور، ودي القضية اللي كان منتظرها بشغف أكيد رئيس نادي الزمالك، وتحدث عنها في أكثر من مناسبة في الإعلام، وكان بيردد دائما وأبدا إن هو هيحبس محامي الكابتن محمود الخطيب في إشارة إلى الأستاذ محمد عثمان. ولكن النهاردة المحكمة الاقتصادية قضت ببراءة وقف تنفيذ الحكم، براءة الأستاذ محمد عثمان. والحقيقة كمان ترافع عن الأستاذ محمد عثمان مجموعة من المحامين الكبار على رأسهم المحامي ثروة الخرباء والأستاذ طارق العوضي ومجموعة من المحامين، وقضت المحكمة في النهاية ببراءة الأستاذ محمد عثمان. هنشوف ردود الأفعال بالتأكيد من قبل رئيس نادي الزمالك، وأنا مش متفق كثيرا مع ردود الأفعال الجماهير اللي تقول هل كلام الأستاذ محمد عثمان اللي قاله عن رئيس نادي الزمالك صحيح أو مش صحيح. في النهاية الحكم عنوان الحقيقة، وفي النهاية بنحترم أحكام القضاء بشكل كبير جدا وبشكل مؤكد أيضا، وبالتالي مبروك للأستاذ محمد عثمان البراءة. نروح لقضية تانية وأمر آخر في بعض الضيق، وهو البطولة العربية لكرة السلة وحالة من الضيق. يعني بدأت من اللجنة المنظمة أن أسعار التذاكر كانت مجانية، فكان جماهير النادي الأهلي بتقدم ملحمة في المدرجات وطلبوا كتير جدا في القنوات الرياضية الكويتية أن جماهير الأندية الكويتية الثلاث اللي كانت مشاركة في البطولة يحاولوا يقتضوا بجماهير النادي الأهلي، ثم ارتفع سعر التذكرة ل2 دينار، حضرت جماهير النادي الأهلي بنفس الكثافة، ثم 4 دينار، حضرت جماهير النادي الأهلي بنفس الكثافة، ثم بالأمس ومبارح 8 دينار ما يقارب 500 جنيه وحضرت جماهير النادي الأهلي بنفس الكثافة بعد تدخل بعض رجال الأعمال المصريين في دولة الكويت. لكن الحقيقة كنا متوقعين زيادة أسعار التذاكر في المباراة النهائية، خاصة وانت المنافس للنادي الأهلي هو فريق كويت الكويتي، وبالتالي الدولة المنظمة. يمكن كان في صور كتير انتشرت من مدرجات جماهير النادي الأهلي في المباراة الماضية بتوريك قد ايه ان فريق قزم الكويتي ما كانش له جماهير حاضرة في الصالة على عكس جماهير النادي الأهلي. فاللجنة المنظمة اقرت ان يكون سعر التذكرة 20 دينار، يعني ما يعادل 1250 جنيه. طبعا موضوع صعب جدا وقاسي جدا، وكمان طلع بيان بالامس من الاتحاد العربي للكرة السائلة قال ان اللجنة المنظمة هي المسؤولة عن اسعار التذاكر والاتحاد العربي لا يتدخل في اسعار التذاكر، هي محاولة بالتأكيد لابعاد جماهير النادي الاهلي عن المباراة النهائية، وده امر مقلق بالتأكيد وامر بستشعر فيه بعض الخطورة، خاصة وان بعض لاعبي النادي الاهلي عندهم بعض التوجس من توجه التحكيم في المباراة النهائية. يمكن شفنا فاول اتعمل امبارح على عمرو الجندي مش مفهوم على الاطلاق امام فريق قزم الكويتي، اتعادت الكره من اكتر من زاويه ما عرفناش القصه كان فيها ايه. فبالتاكيد لازم يكون عندك مشاعر تخوف لما يكون القصه ماشيه بالشكل ده والبطوله كانت مجانيه، فيبدا يزيد اسعار التذاكر. فالمقصود بالتاكيد جماهير النادي الاهلي. اتمنى طبعا من الاستاذ طارق قنديل اللي بيبذل مجهود كبير جدا رئيس البعثه هناك ان هو يحاول يجد حلول زي ما كان في حلول بالامس، وحضر جماهير، تبرع بقى من رجال اعمال، تبرع من رؤساء انديه، يعني ممكن البعثه تكفل ببعض التذاكر، يعني ايا كان الامر. لكن نتمنى ان شاء الله نلاقي جماهير النادي الاهلي في المدرجات، لان هي بالفعل بتقدم ملحمه، ويا رب تكتمل على خير هذه البطولة الصعبة والصعبة جدا ويفوز بها النادي الاهلي. لكن امر غير مفهوم، اعتقد البطولات دي لو مقامة في مصر ما بيحصلش فيها الازدياد ده، خاصة وان ما فيش مباراة حتى في كرة القدم في دولة الكويت وصل سعرها لنصف حتى سعر تذكرة نهائي البطولة العربية لكرة السلة، ومع غياب الجمهور الكويتي بالتأكيد المقصود هو جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله يكون في حلول، وان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق البطولة. يعني الموعد مع المباراة الساعة 6 بالنسبة لنا راقي جدا. ليه بقى؟ لأن موعد مباراة كرة القدم وموعد مباراة كرة السلة هترفع من عني أنا الضغوط، لأن أنا مشجع كرة السلة ضعيف قوي، اللي هو بينفعل مع كل لعبة وكل لقطة والأمور بالنسبة له صعبة جدا، وبالفعل مبقاش عندي أعصاب إن أنا أشوف المباراة، لدرجة إن مباراة الأمس أنا شفتها بعد صافرة النهاية مباشرة، قمت داخل وقعدت أتفرج على الشوط الثالث والرابع، لأن كنت عارف إن الشوط الأول والثاني كنا خارجين بأداء ونتيجة مش مرضية، وكان الفريق قزمة متفوق علينا. فبالتالي أنا بالنسبة
بالنسبه لي موعد مناسب، لكن بالتاكيد موعد غير مناسب على الاطلاق لمحبي مشاهده لعبه كره السله واللي بيمتلكوا اعصاب اقوى من اعصابي. فهتكون المباراه في نفس توقيت مباراه الاهلي والاتحاد المنستيري، مباراه مش عاوزين نستهين بيها وننسى على الاطلاق نتيجه مباراه الدور الاول، وباذن الله نحقق الفوز النهارده ونلعب على مباراه من 90 دقيقه لا بديل فيها عن الفوز ان شاء الله، وباذن الله نحقق الفوز ونصعد لدور المجموعات. وعجبني جدا الاستاذ خالد علي المنسق في فريق صن داونز لما اتكلم بوضوح وقال ان اصعب مواجهه في دور ال 32 على الاطلاق بين كل الفرق هي مواجهه النادي الاهلي مع اتحاد المنستيري، مع كامل احترام الفريق الوداد، مع كامل احترام الفريق الترجي، وطبعا بنبارك لفريق صن داونز اللي تقريبا يعني كان بيلاعب فريق من مراكز الشباب سجل 15 هدف ذهابا ايابا، 7 في الذهاب و8 في الاياب، لكن كان مهم جدا ان يكون الاستاذ خالد علي اهلاوي مصري، لكن في النهايه كان شايف بوضوح المفترض كل الناس تكون شايفاه ان اصعب مواجهه في دور ال 32 مع الفرق الكبيره كانت مواجهه الاهلي مع اتحاد المنستيري، وان شاء الله الاهلي يعبر هذه المواجهه ويصل لدور المجموعات ايا كان التشكيل ايا كان اللاعبين. جماهير النادي الاهلي هتدعم اي 11 لاعب في الملعب. نروح لاخبار سريعه نقولها عشان ما نطولش عليكم قبل المباراه. النائب احمد دياب طلع امبارح يعني بيتكلم بوضوح وبيؤكد الكلام اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا سنوات، مباراه الاهلي والاسماعيلي تحددت في برج العرب، وانا قلت لكم من فتره ان في خطاب امني وصل اتحاد كره القدم ان المباراتين في برج العرب الاهلي والاسماعيلي ذهاب والاهلي والاسماعيلي اياب، لو جيت شفت مين اللي بيدفع الضريبه دي هتلاقي اللي بيدفع الضريبه دي النادي الاهلي، ان هو بيلعب مباراته بدل ما يلعبها في القاهره والاهلي والسلام بيلعبها في برج العرب. ليه؟ عشان بيقولوا تكافؤ فرص، لكن المطالب بتحقيق او الحصول على الموافقات الامنيه اللي قالها قبل كده الحاج عامر حسين هي الانديه. النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه اللي هو دوره بيقولوا ان احنا كلنا في خدمه كل الانديه وال18 نادي لاننا ممثلين للانديه، قال بوضوح ان سواء عدم الموافقه على لعب فريق المصري في استاد هيئه قناه السويس او لعب الاسماعيلي مباراه الاهلي في الاسماعيليه امر خاص جدا بالجهات الامنيه، والنادي هو المنوط بالحصول على الموافقات الامنيه. طب هتقولي ليه بقى النادي الاهلي بيتظلم؟ هقول لك لان الاسماعيلي بيجي يلعب المقاولين في القاهره، بيجي يلعب الزمالك في القاهره، اذا الاسماعيلي مفيش اي غضاضه ان هو يجي القاهره، المشكله ان الاهلي لما يروح الاسماعيليه، ده حتى حصل مشكله الاهلي والاسماعيلي وتعدي على باص جماهير النادي الاهلي من قبل جماهير الاسماعيلي والمباراه في برج العرب، فانت لو مكان الجهات الامنيه هتعمل ايه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، نادي الاسماعيلي لما يجي يخاطب حد ما ينفعش يخاطب لا اتحاد الكره ولا رابطه الانديه، وده كلام رئيس رابطه الانديه النائب احمد دياب، يخاطب الجهات الامنيه نفس الكلام النادي المصري. الغريب في النادي المصري ان احد الاعضاء او نائب رئيس النادي المصري طلع وتحدث عن اهميه ازاي في ظلم واقع على النادي المصري بان ما يتلعبش المباراه في هيئه قناه السويس او في استاد السويس ويتلعب مباريات النادي المصري كلها في برج العرب، برغم ان ده ما تقدمش من قبل النادي المصري لرابطه الانديه. النائب احمد دياب كشف القصه دي بشكل واضح جدا وقال كان في تنسيق يومي مع كل الانديه وتنسيق مع رئيس النادي المصري الاستاذ كامل ابو علي، وكان عارف بوضوح شديد جدا ان الجهات الامنيه هي اللي بترفض، فانا برفض توجيه الكلام لرابطه الانديه خاصه وان في ممثل للنادي المصري في رابطه الانديه. الموضوع ده بياكد على ايه؟ بياكد ان بعض الناس في مجالس الادارات بتظل دائما وابدا تلعب على مشاعر الجماهير، تلعب على قصة ان النادي الاهلي بيتجامل، تلعب على قصة ان اتحاد الكرة بيظلم انديتنا، تلعب على قصة ان ليه ما بيلعبش الاهلي في الاسماعيلية وليه الفريق المصري ما بيلعبش في هيئة قناة السويس بناء على طلبه. القصة في الاول وفي الاخر جهات امنية، اللي عايز يخاطب حد من الاندية دي يخاطب الجهات الامنية، اللي عايز يعترض على حد من الاندية دي يعترض على الجهات الامنية، لا يزج باسم النادي الاهلي ولا يتحدث عن مجاملة من اتحاد الكرة او من رابطة الاندية للنادي الاهلي. اعتقد الامور اصبحت واضحة بما فيه الكفاية. كان موجود الحاج عامر حسين وقت ما قبل الرابطة ما تكون موجودة وكان بيتحدث عن هذا الأمر وأن الأمر معني بالجهات الأمنية، وكمان رئيس الرابطة المشكل من الأندية اللي بيقول بنخدم ال 18 نادي تحدث بوضوح عن هذه النقطة. فأتمنى من مجلس إدارة الإسماعيلي المصري الحديث بأمانة وشفافية وموضوعية وعقلانية ودون الكذب واللعب مشاعر جماهير كرة القدم. طيب نادي الزمالك هيلعب فين؟ في اصلاحات في استاد القاهره، مباراته الاولى مع سموحه، نادي المقاولين العرب والمشرف على قطاع الكره في المقاولين العرب الاستاذ المهندس محمد عادل طلع بيتكلم بوضوح وقال ان بيرحب جدا 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 بوجود نادي الزمالك ومباراه نادي الزمالك وسموحه في استاد المقاولين العرب. لكن في نقطه ومفاجاه كبيره جدا بالنسبه لي في قضيه انتقال اللاعب مصطفى شلبي، كان طلع صحفي اعتقد الاستاذ طارق وجدي وقال ان جهه ما تكفلت بدفع
صفقة مصطفى شلبي على قسطين، قسط بعد اسبوعين يعني فات منهم اسبوع باقي اسبوع، وقسط في شهر 4. وقال بوضوح ان خزينة نادي الزمالك لن تتحمل هذه الصفقة، والصفقة كانت متوقفة، ورئيس نادي انبي خد الختم وخد الاوراق وروح البيت من الساعة 9 لولا تدخل الجهة الماء. مش عارفين ايه هي الجهة، والمفترض يكون في توضيح لهذه الجهة، لكن مش ده الموضوع. الموضوع اللي انا هقوله لك ده هو اللي بيأكد كلامي اللي انا قلته لك من سنين، ابناء نادي الزمالك بيخدموا نادي الزمالك من اي موقع. طلع امبارح احد الصحفيين احمد شوقي، وبيعمل بالمناسبة في قناة نادي الزمالك، قال ان خالد متولي عضو اللجنة الفنية في نادي انبي، وخالد متولي ده يعني منتمي وملاعب سابق في نادي الزمالك، هو اللي اكد على اتمام صفقه مصطفى شلبي، وهو اللي تواصل مع اداره نادي الزمالك وقال لهم بالنص خدوا بالكم اللاعب سعره هيزيد في يناير، وانا وجهه نظري ان انتوا لازم تتدخلوا في اللحظه الحاليه لشراء اللاعب باقل تكلفه افضل من انتظاره في يناير، خاصه وانت عندكم كاس عالم وهتلاقي فيه 4 جولات وهيكون فيه 2 لعيبه سيف الجزيري والمسلوسي مع منتخب تونس، فاقنعهم بشراء مصطفى شلبي. تخيل عضو لجنة الفنية في نادي انبي رايح بيقنع نادي الزمالك ان هم يلحقوا يشتروا الولد بتاع نادي انبي او لاعب نادي انبي مصطفى شلبي قبل ما سعره يغلى في يناير. هو المفترض لو سعره غلى في يناير بالفعل وكان الكلام صحيح، مش المفترض ان انت تكون مصلحة نادي انبي هي الاولى، ولا القصة كانت مجرد ضحك على نادي الزمالك، وانا اربق بنادي الزمالك من انه يقع في حاجة زي دي، وانت بتبيع لهم البيعة على اساس ان انت عايز تبيع الولد لنادي الزمالك؟ طب ما كان نادي المصري داخل في القصة دي وكان ممكن يدفع السعر اللي دفعه نادي الزمالك. القصة صعبة جدا يا جماعة لما يكون في شخص شغال في مكان وانتمائه لمكان اخر، وكل فترة من الفترات بنأكد على قصة ابناء نادي الزمالك في خدمة نادي الزمالك في اي مكان. على الجانب الاخر، الكابتن محمود الخطيب واخر التطورات الصحية للكابتن محمود الخطيب، ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه في اسرع وقت ان شاء الله الى الوطن والى يعني مباشرة اعماله كرئيس للنادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب اجرى كل المعاينات الطبيه والفحوصات واجرى بعض التحاليل والاشعه، الامور الحمد لله حالته مطمئنه، ولكن في قلق من تاخر نتيجه الاشعه والتحاليل، فنرجو الدعوات من كل المصريين والمحبين للكابتن محمود الخطيب، لان الموضوع ساعات الانتظار بتكون طويله جدا. ان شاء الله نطمن كلنا على نتائج الاشعه والتحاليل، وباذن الله ربنا يشفيه ويعافيه ويعود للوطن في اسرع وقت ان شاء الله ليباشر اعماله كرئيس للنادي الاهلي. كل الدعوات للكابتن محمود الخطيب. اخيرا تحدثت بالامس عن موضوع الحكام، وازاي ان الحكام بيعانوا، وازاي كلاتنبرج بيقبض مبالغ الماليه بالدولار وبيوصل في ميعاده، والحكام من شهر 4 الماضي اخر راتب قبضوه كان شهر 3 اللي فات، وقبضوا بس بعض مباريات كاس مصر وكاس الرابطه حتى هذه اللحظه اللي اتلعب في يناير بالكامل تقريبا باستثناء الدور قبل النهائي والنهائي، ما حصلوش على المقابل المالي ليه. فالقصه صعبه جدا لما تيجي تسمع الخبر كمان ان مشروع الهدف يعني داين اتحاد كرة القدم المصري ب 228 مليون جنيه، تتساءل طيب الاندية بتدفع فلوس الحكام والحكام مش بتروح لها، ليه كمان مشروع الهدف اتحاد كرة القدم مدين ب 228 مليون وممنوع من دخول مشروع الهدف؟ الحقيقة الوضع صعب جدا. هل في تكاسل بشكل كبير جدا في اتحاد كرة القدم ان هو يحصل على حقوقه وخاصة مستحقاته عند بعض الاندية؟ يمكن كنا سمعنا ان نادي الزمالك عليه مستحقات 78 مليون جنيه وتم جدولتها على مدة زمنية كبيرة جدا، فالقصة صعبة، واعتقد الوضع ده بيشير بعلامات استفهام كتير قوي على اتحاد جمال علام. نتمنى ان يكون في تطور في الاداء، ونتمنى ان يكون في تكافؤ ويكون في نزاهة وشفافية في الامور، وما نسمعش عن ان رئيس نادي بيقول اتصل بيا جمال علام عشان يقول اوقف القيد او ارفع او اوقف دلوقتي شكوتك ضد النادي الاسماعيلي عشان النادي الاسماعيلي يقيد اللاعبين، وكنا قبل كده بنسمع رئيس نادي بيقول اتفقت مع رئيس الاتحاد ان هو ما يظهرش خطاب ايقاف القيد لنادي الزمالك. القصة صعبة جدا يا جماعة، ومش هيحصل تطوير الا اذا حصل تطوير في عقلية من يدير اتحاد كرة القدم او المسؤولين عن منظومة كرة القدم في مصر. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. سلام.